استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف ظهر اليوم مدير عام بلدية الكويت ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي أحمد عبد الله المنفوحي ونائب رئيس مجلس الإدارة طلال جاسم الخرافي والسادة أعضاء مجلس الإدارة في النادي والفائزين بجائزة مسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. هذا وقد هنأهم سموه رعاه الله على فوزهم بالجائزة، كما حثهم على مواصلة المثابرة في تحصيل المراكز العلمية والجوائز في كافة المجالات لرفع راية الوطن العزيز في المحافل الدولية، متمنيا لهم سموه حفظه الله مزيدا من التقدم والنجاح. حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح. إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله بصحة وسلامة، ونشكرك طول العمر على دعمك المتواصل لنا في النادي العلمي. بطولتك طال عمرك اللي أقمناها للسنة الثامنة ورا بعض، اللهم لك الحمد، حققت نجاح مميز وشاركوا على عيال في سويسرا في جنيفا كونفنشن، وما شاء الله الكويتيين يعني حققوا مراكز وايد زينة. عدد اللي شاركوا فيه واللي تم تأهيلهم لهذه البطولة على مدار 8 سنوات لا إله إلا الله، تقدم في كل سنة كان يتقدم 160 إلى 170 مخترع. أهلنا منهم كويتيين، أعتقد دكتور آدم يقدر يشرح لك طويل العمر جزء من بطولتك شنو اللي صار فيها في ال. طيب. طال عمرك يعني من رعاية كريمة من سموك لمعرض المخترعين. احنا بالكويت هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط لله الحمد للمرة الثامنة تقييم معرض المخترعين حق كل دول الشرق الأوسط. تجربتنا قام يشارك معنا أكثر من 30 دولة، 5 قارات تي الكويت بهالمعرض ويحتكون مع إخواننا الكويتيين المخترعين. فبداية من 8 سنوات اللي طافت لما يحتكون معهم شو الاختراعات شو التوجيهات، الحين لله الحمد صار اختراعات كويتيين، قمنا المخترعين الكويتيين شارك فيه في معرض جنيف الدولي، ولله الحمد ناصر عيسى الجماز 16 سنة عمره فاز بالميدالية الفضية في جنيف وخذ الميدالية الفضية على اختراعه البيئي. فالله الحمد علم الكويت ارتفع محليا وخارجيا، فكل هذا كان بسبب دعمك المتواصل حق معرض المخترعين الكويتيين. والحين لله الحمد بالتعاون مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي في مركز صباح الأحمد الموهوب والإبداع هالاختراعات قاعدة تتحول إلى إن شاء الله منتج، فيعني كل هذا بدعمكم لمعرض المخترعين. وإحنا يعني كنادي العلمي لله الحمد نفتخر أن أعضائنا مو بس قام يشاركون مشاركة فقط، لا قام يشاركون بالفوز، وهذا اللي قاعدين بس ودنا نوصل لك يا طال عمرك ان دعمك قاعد صدق قاعد نجني ثمار الدعم المتواصل من حضرتكم طال عمرك. نهنيكم على تخريج بعض شبابنا ونجاحهم في اختراعاتهم حصولهم على الميدالية الفضية، وأتمنى هالاختراعات هذه لن يصلح نوع من الدعاية الناس تشوف إن يعني الناس تفكر تخترع شيء تفكر في أمور أفضل منها. الحمد لله الحين اللي أسمعت منكم يعني يشرح الصدر، ونتمنى إن شاء الله يكون مستقبل وأفضل من الحاضر. بعد طول العمر بعد ما خلصنا من بطولة المخترعين سوينا بطولة الهندسة والعلوم كذلك في النادي العلمي، نستضيف فيها أعداد كبيرة جدا من الطلبة ومن الكويتيين اللي مهتمين في هذه بالتعاون مع وزارة التربية، مع بالتعاون مع جهات الحكومية كافة. العلوم والهندسة هذه تعتبر أكبر فعالية في النادي العلمي بعد معرض المخترعين، فعمرها الحين 4 سنوات. هي الفكرة من المسابقة أن نأهل طلبة من المراحل المتوسطة والثانوية يكون اهتمامهم في مجال البحث العلمي والابتكار، على أساس لما يدشون الجامعة تكون عندهم تجارب سابقة اشتغلوا في مشاريع علمية، ومنها أن نأهلهم على أساس يمثلون الكويت في المحافل العربية والدولية.
فحاليا الفائزين من هذه المسابقة يشاركون في مسابقة انتل للعلوم على مستوى الوطن العربي. هذه المسابقة حاليا عمرها 8 سنوات، والحمد لله حققنا جوائز. السنة الماضية شاركنا وحققنا جائزتين، وبعض اللي يتأهلون من مسابقة الكويت للعلوم والهندسة ناخذهم نوديهم إلى مسابقة انتل العالمية. هذه المسابقة طال عمرك عمرها فوق 60 سنة، يعني تقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 1958، فهي تعتبر أكبر مسابقة على مستوى العالم. والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا هالسنة وحصلنا على مركز جائزة الإنجاز العلمي، طالب سليمان، عادل سليمان. وإن شاء الله إحنا يعني ماشيين على هالدرب هذا، بس بحاجة إلى يعني توجيهكم ودعمكم، وإن شاء الله نحقق مراكز أعلى في المستقبل بإذن الله. الحكومة تدعم كل من يجتهد في أعطاء الشباب فرص لإثبات وجودنا ككويتيين أمام العالم ككل. فأولا أهنئ شبابنا اللي حصلوا على جائزة، واللي حصلوا على معدل جيد لامتحانهم. فلذلك أنا شاكر لك دكتور، يعني اهتمامك فيهم جعلت بلدكم تكون في مصاف الدول الأخرى، تشارك مع الدول الأخرى وتحصل على يعني سمعة، والحمد لله إلا بدعم طول فيها ككويتي. طول عمر في نقطة، المخترعين الكويت اليوم بالتصنيف هي أول دولة خريجية بعدد براءات الاختراع على حسب التصنيف الدولي، وهذا بعد إنشاء مركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع. قدروا الأخوان أن يصلون تصير أكبر دولة بالبراءات الاختراع على مستوى الخليج الكويت، رغم أن خلال 10 سنوات الأخيرة كانت الأخيرة. خلال 10 سنوات اللي مضت لله الحمد بدعمك وإنشاء المركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، قدرنا نوصل إلى أن نصل الكويت المرحلة الأولى كأفضل دولة ببراءات الاختراع على مستوى الخليج. ولكن هي يبقى طال عمرك المشكلة الأساسية للتسويق، هاي مشكلة الدول العربية بشكل عام. في اختراعات، لكن تسويقها وعملية صناعة يعني تحويلها إلى منتج هي المشكلة. وهذا إن شاء الله مع الإخوان في مؤسسة كويت التقدم العلمي قاعد نبحث آلية تسويق، حتى إنشاء شركة قد تكون حل من الحلول اللي تساعد على تسويق المنتجات الكويتية. أنا مستعد إني أساعد في دعم هذا الموضوع، سواء يعني الحكومة إذا كانت تقدر تعمل شيء لتسويق الأشياء هذه. وأفكر في تصندوق أو صندوق المشاريع الصغيرة، هذا قد يدخلوا فيه، يعني يصير لهم إن شاء الله يوم من الأيام بدل ما استقترع وقعد، لا هل يكمل إن شاء الله، يكملوا في اقتراعاتهم إلى أن يصلوا إلى إن شاء الله أشياء يعني نعتز فيها والجميع يعتز فيها. على كل حال أبارك لكم نشاطكم هذا، وأتمنى أنكم تستمروا النشاط، ونقول الله يوفق الجميع إن شاء الله. الله يطول عمرك. هذا كتاب عن الشعاب المرجانية في الخليج وفي الكويت، البيئة الكويتية يشمل جميع الشعاب المرجانية. تصوير طال عمرك اللي اشتغلوا فيه شباب كويتيين من أعضاء الفريق، وهذا كان توجيه من سموك زرناك قبل كم سنة، فكنا نتناقش مع حضرتك فقلت لنا نبي يعني بعد ما خلصنا الانتشارات بعد التحرير والمشاريع العلمية اللي عملناها، قلت لنا نبيكم تعملون شيء يخدم العلم أو طلبتنا في الكويت. فهذا حاليا صار مرجع للجامعات والإخوان الدكاترة الباحثين في المجال العلمي، يشمل جميع الكائنات البحرية في الخليج
خاصة في البيئة الكويتية. فاستمرينا في عمل هالكتاب لمدة تقريبا 6 سنوات تصوير وتوثيق، بعدين عرضناه على أصحاب الاختصاص اللي هم المختصين من بعض الدول العربية بحيث أن يتأكدون هل المعلومات هذه صحيحة أو لا. فلما تأكدنا من هذا كله تم طباعته، وحاليا صاير مرجع للجامعات والمعاهد والأصحاب المهتمين في البيئة البحرية بشكل عام. بارك الله فيك. الله يحفظك. هذا طال عمرك النسخة. تشرفنا اليوم أنا وزملائي أعضاء مجلس إدارة النادي العلمي بمقابلة حضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه لتقديم الفائزين بمسابقة أنتل العالمية ومسابقة معرض الكويت للمعرض المخترعين الذي أقيم في جنيف. وهذا يعني أمانة صاحب السمو كان له دور داعم لدعم الشباب ودعم الاختراعات. اليوم الكويت أصبحت تنافس في المحافل الدولية لحصد الجوائز أمام دول تصرف فيها المليارات لدعم الاختراع ودعم المشاريع العلمية. فإحنا اليوم الشباب الكويتي أثبت في المسابقات الدولية، يعني مسابقة أنتل هذه من أقدم مسابقات العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية. فوز أحد أبناء الكويت بجائزة هو فخر الكويت وأبنائها، وأيضا في معرض جنيف استطاع أحد أبناء الكويت بحصد الميدالية الفضية. لذلك إحنا اليوم أتينا لتشرفنا بلقاء حضرة صاحب السمو، لأنه هو منذ 9 سنوات وكان هو الداعم الأساسي للاختراع وبراءة الاختراع. الكويت اليوم لله الحمد بفضل دعم سمو الأمير وجهود المؤسسة الكويت التقدم العلمي والنادي العلمي وجميع المؤسسات العلمية استطاعت أن تكون أول دولة في نسبة لبراءة الاختراع، عدد براءة الاختراع على مستوى الخليج، وإن شاء الله القادم أفضل وأكثر. وإن شاء الله يعني إحنا عندنا على موعد في شهر نوفمبر القادم بالمعرض الكويت المخترعين اللي نأمل أن نكون في أفضل من 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 كل سنة. وفزت جائزة انتل ايسف العالمية التي قامت في فينيكس اريزونا، وانا مشروعك وكان في مجال الطاقة الفيزيائية، وهو مشروع يهدف الى تقليل سعر الخلايا الشمسية بطريقة فعالة، وهي المفروض تفيد كل الدول العربية وكل الدول اللي تستخدم الخلايا الشمسية. مشارك في مسابقة انتل ايسف العالمية في مجال الطاقة الفيزيائية، كانت هذه اكبر مسابقة علمية بحثية على مستوى العالم، وقابلنا تو صاحب السمو امير البلاد، وهذا التكريم لنا وحافز للمشاركة في المسابقات العالمية. شاركت مسابقة آيسف العالمية بمشروع إعادة استخدام الإطارات كمصدات للأمواج، وأشكر النادي العلمي على إعطاء الفرصة هذه، وأيضا أشكر سمو الأمير على مقابلته لنا واهتمامه. شكراً.